السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم بالخير. مرحبا بكم في قناتي دي ديليس دو بوتي. اليوم جيتكم بوصفة سهلة ما شاء الله. كي يكون عندكم بياض البيض ديروا هاد لو غاتو راح يعجبكم. هذا الغاتو نسميوه غاتو غوشي ولا لي كونغولي. واش نحتاجو هنايا؟ نحتاجو 4 بياض بيض ولا 120 غرام تاع بيض دو بريفيرونس توزنوه هكذا 120 غرام بيض. راح نحطوه شويه ما نخليوش حتى يبيض، جوست البياض هذاك نحلوه من بعدا مدة 30 ثانية. هنا نحتاجو سكر غلاس 150 غرام، بسم الله 150 غرام سكر غلاس. نزيدو نخلطوها هكا معاه، ثاني ما نكتروش بزاف عليها الخبيط بزاف، جوست 30 سكوند. ومن بعد نشيحو بنوا د كوكو. نوا د كوكو نحتاجو 200 غرام ويكون الكاطو تاعنا واجد. فوالا بسم الله. اذا جاتكم جاريه زيدوا لها نواة كوكو. فوالا فوالا تاكلوا هنايا نواة كوكو، هاهو كيف تسلم. اذا لقيتوه دوكا سا ديبون، كاين عظمات يكونوا كبار، لكن جاتكم جاريه ولا حاجه زيدوا لها شويه نواة كوكو سيتو. دوكا راح نحطوه عشوائيا هكا، نهز بيدي هكذا ونحط في لو بلاطو. فوالا هاك حتى نكملهم كامل. فوالا بعد ما كعبرتهم كيما هاك عشوائي، دوكا رايحه نحطهم او فوغ يطيبو، ما ياخذوش وقت بزاف، جوست يحمروا من تحت ويحمروا من فوق. فوالا لو غاتو تاعنا بعد ما طاب هاو كيفاش جا، شوفوا ما شاء الله هكا يطيب حمر، ديرو حمر كيما هاك من تحت. فوالا بسم الله راح نقسم حبه معاكم، شوفوا يجي مانيفيك. فوالا شوفوا شربوه بانتي يجي ما شاء الله ما شاء الله ينال اعجابكم. هذه هي النتيجه النهائيه تاع لو غاتو تاعنا، شوفوا جا الله يبارك يهبل. احان نزيد نعت لكم، شوفوا بسم الله شوفوا كيفاه يعني يهبل. انا رايحه ناكلو مع ان بو دو تي، شويه تاي بسم الله. ما شاء الله يعني جا ولا اروع. ما تنساوش تاع لو جاج تنبيهات لي يصلكم كل جديد على اليوتيوب. مع السلامة، في امان الله.